إن مصطلح ظاهرة الاحتباس الحراري يعرفه الجميع، ولكن ما هو بالضبط؟ الدفيئة كما نعلم تتكون من مواد شفافة مثل الزجاج، حيث تتيح لأشعة الشمس بالمرور من خلالها، حيث تعمل الشمس على تسخين الهواء في داخلها والذي هو محاصر من الزجاج. هذا هو السبب الذي يجعل الدفيئة دائماً أكثر دفئاً في الداخل. عندما يتعلق الأمر بكوكب الأرض، فالغازات المسببة للاحتباس الحراري الموجودة في الغلاف الجوي تقوم بنفس العمل. كل يوم تمر أشعة الشمس من خلال الغلاف الجوي وتسخن سطح كوكبنا، حيث تشع معظم هذه الطاقة الحرارية إلى الفضاء، كما تفعل طبقة الزجاج في الدفيئة. فإن الغازات المسببة للاحتباس الحراري في الغلاف الجوي تمنع بعضاً من الحرارة من الهروب، وكلما زادت كمية الغازات المسببة للاحتباس الحراري كلما أصبحت أكثر سخونة. في السنوات 150 الماضية ارتفع مستوى الغازات المسببة للاحتباس الحراري في الغلاف الجوي، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع درجة الحرارة الكلية لكوكب الأرض أو ما يسمى بالاحتباس الحراري. تنتج الأنشطة البشرية العديد من الغازات المسببة للاحتباس الحراري. ثاني أكسيد الكربون هو غاز الدفيئة الرئيسي، حيث يتم تحريره عند احتراق الأشياء، والناس تحرق الكثير من الأشياء. على سبيل المثال، إننا نحرق الوقود الأحفوري مثل الفحم والنفط والغاز، كما أن ثاني أكسيد الكربون يتم تحريره عندما نقوم بمسح الأراضي من خلال حرق الغابات. العمليات الزراعية والصناعية أيضاً تنتج الغازات المسببة للاحتباس الحراري. أكاسيد النيتروجين على سبيل المثال تنتج من الأسمدة الكيماوية، الميثان ينتج من النفايات ومن الماشية، وأخيراً هناك الغازات المفلورة المشبعة بالفلور والتي تستخدم في الثلاجات ومكيفات الهواء. الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ هي هيئة تابعة للأمم المتحدة، وتقوم بتقديم المشورة للحكومات بشأن أحدث البحوث المتعلقة بالمناخ. في عام 2013 و2014 قامت بنشر أحدث تقييم قامت به، والذي قام بكتابته 831 عالم، ويتكون من 5439 صفحة. ووفقاً للتقرير، هناك الآن المزيد من ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي عما كان هناك قبل مئات آلاف من السنين. نحن نبعث المزيد من ثاني أكسيد الكربون أكثر مما تستطيع الطبيعة امتصاصه، بالإضافة إلى أن انبعاثات ثاني أكسيد الكربون ترتفع كل عام تقريباً. إذن ماذا عن ظاهرة الاحتباس الحراري؟ وهل فعلاً تتزايد حرارة العالم؟ منذ عام 1850 عندما بدأت عملية تسجيل المعلومات باستخدام الأجهزة، ارتفع متوسط درجات الحرارة في العالم بنحو 0.9 درجة مئوية. تقارير منظمة الأرصاد الجوية العالمية تشير إلى أن عام 2014 كان العام الأكثر حرارة على الإطلاق. بالإضافة إلى ذلك، فإن 14 عام من 15 عاماً الأكثر حرارة وقعت في القرن 21، وقد ارتفع متوسط درجات الحرارة بسرعة منذ عام 1970، وقد تباطأ هذا الاتجاه إلى الاحترار منذ عام 2000، ولكن ما زال مستمراً. وفقاً للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ، إنه من المرجح للغاية أن ظاهرة الاحتباس الحراري ناجمة عن الأنشطة البشرية. الغالبية العظمى من علماء المناخ يتفقون على أن الغازات المسببة للاحتباس الحراري والتي هي من صنع الإنسان هي التي تساهم في تغير المناخ، ولكن تعقيد النظام المناخي للأرض يعني أنهم لا يفهمون كل شيء. فعلى سبيل المثال، عند ذوبان الجليد والثلوج فإنها سوف تعكس أشعة الشمس أقل إلى الفضاء، مما تتسبب في مزيد من الاحترار الحراري. ومن ناحية أخرى، فإن حرق الوقود الأحفوري ينتج السناج والغبار والذي يعكس أشعة الشمس إلى الفضاء. وأخيراً، هناك أيضاً العوامل الطبيعية مثل النشاط الشمسي والبراكين ودورات الطقس والتي تضاف إلى هذا التعقيد. على الرغم من وجود العديد من العوامل التي تؤثر على مناخنا، تشير البيانات إلى أن ارتفاع درجات الحرارة سوف تستمر.
إن استمرار ارتفاع درجة حرارة الأرض سيكون لها آثار على نطاق أوسع، حيث أن درجات الحرارة المرتفعة تساهم في حدوث موجات أكثر من الحر والجفاف، كما أن الأجواء الأكثر دفئاً يمكن أن تحمل المزيد من بخار الماء، مما يؤدي إلى حدوث الأمطار الغزيرة والفيضانات على نحو أكثر تواتراً. وتشير تقديرات الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ أن مستويات البحار في العالم سوف ترتفع بنسبة تصل إلى 1 متر هذا القرن، بينما تشير البحوث التي أجريت مؤخراً أن منسوب مياه البحر قد يرتفع بشكل أسرع نتيجة ذوبان الأنهار الجليدية في غرب القارة القطبية الجنوبية، كما أن القطب الشمالي سوف يتأثر، حيث شهدت السنوات الخمس الماضية جليد بحري صيفي أقل من المتوسط، حيث أن خلو صيف القطب الشمالي من الجليد البحري سيكون له تأثير كبير على السكان الأصليين وكذلك على الحياة البرية. يتوقع العلماء أن يكون لتغير المناخ تأثير شديد على البنية التحتية، الغذاء وإمدادات المياه وصحة الإنسان. معظم المدن الكبيرة في المناطق الساحلية ارتفاعها أقل من 10 متر ومعرضة بشكل كبير لمخاطر تدمير البنية التحتية. وهناك أيضاً خطر كبير على حياة الإنسان، ولا سيما في البلدان النامية، والمدن التي فيها تجمعات سكانية غير رسمية هي أكثر المتضررين من الظروف الجوية القاسية. فيما يتعلق بالغذاء والمياه، فقد ربطت الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ بالفعل تغير المناخ بانخفاض متوسط الإنتاج العالمي للذرة والقمح. أسعار المواد الغذائية قد ترتفع وتدفع الكثير من الناس تحت خط الفقر. كما سيؤثر تغير المناخ بشكل مباشر على صحة الناس من خلال انخفاض توافر الأغذية ومياه الشرب عن طريق زيادة الظواهر الجوية المتطرفة مثل الفيضانات والعواصف وموجات الحرارة، ومن خلال المساهمة في انتشار الأمراض المعدية. بشكل غير مباشر يمكن لتغير المناخ أن يتسبب في مزيد من الصراعات نتيجة البطالة والجوع والهجرة وعدم الاستقرار. تغير المناخ يهدد بالفعل الحياة البرية في بعض الموائل الفريدة مثل الشعاب المرجانية وفي القطب الشمالي. وبحسب الاتجاهات الحالية، فإنه بحلول عام 2100 سترتفع درجات الحرارة العالمية بنحو 3 إلى 4 درجات مع تأثيرات خطيرة. ارتفاع درجات الحرارة أكثر من 3 درجات قد تسبب انقراض جماعي لبعض أنواع من الحياة البرية، كما أن الشعاب المرجانية قد تموت تماماً فوق 4 درجات من الاحترار الحراري، في حين أن تغير المناخ قد تسبب في قطع إنتاج القمح والذرة، فإن ارتفاع درجات الحرارة 4 درجات يشكل خطراً كبيراً على الأمن الغذائي العالمي. وعلى الرغم من ذلك، فإن تغير محدود في المناخ له بعض الفوائد في البلدان الباردة نسبياً. ارتفاع درجات الحرارة قد يمدد موسم زراعة المحاصيل والحد من الوفيات بسبب الطقس البارد وانخفاض تكاليف التدفئة، كما أن ذوبان جليد البحر القطبي الشمالي قد يسمح النقل البحري عبر شمال روسيا. ومع ذلك قد تحمل هذه التغيرات أيضاً مخاطر جديدة معها، مثل انتشار الأمراض والآفات. وفي الوقت نفسه، فإن ذوبان الجليد والتربة المتجمدة يقوض بالفعل الطرق في القطب الشمالي وخطوط الأنابيب وأبراج الكهرباء. لذلك كيف يمكننا التكيف مع تغير المناخ؟ التكيف يتضمن التحضير للآثار التي تحدث بالفعل أو التي من المتوقع حدوثها في المستقبل القريب. ومن الأمثلة على التكيف تطوير محاصيل مقاومة للجفاف، أنظمة الإنذار للعواصف، الدفاعات الساحلية واستجابات أفضل للكوارث. ولكن حتى مع هذه التدابير في المكان، إذا استمر انبعاث الكربون فإن تغير المناخ سوف يستمر ويصبح أسوأ، وسوف يخلق ظروف ستكون مكلفة للغاية أو حتى مستحيل التكيف معها. وللحصول على حل طويل المدى يجب تطبيق إجراءات التكيف جنباً إلى جنب مع تخفيضات كبيرة في انبعاثات الكربون. نسبة كبيرة من ثاني أكسيد الكربون التي تنبعث منا اليوم سوف تبقى في الغلاف الجوي آلاف السنين من الآن. حتى إذا توقف الجميع عن الانبعاثات غداً، فإن درجة حرارة العالم سوف تستمر في الارتفاع. إن الحد من معدل ارتفاع درجة حرارة الأرض بما لا يزيد عن 2 درجة مئوية هي مجموعة أهداف سياسية، ويتطلب ذلك وقف انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري بحلول عام 2020 على أقصى تقدير. بحلول عام 2030 يجب أن تنخفض إلى دون مستويات عام 2010.
على المدى الطويل الانبعاثات يجب أن تقل إلى النصف بحلول عام 2050 وتصل إلى ما يقارب الصفر أو أقل بحلول عام 2100 لتلبية حد 2 درجة مئوية. على العكس من ذلك، فقد ارتفعت الانبعاثات أكثر من 2% سنوياً خلال العقد الماضي.